بنوت يعني، بس برضه كنت بلعب كوره كتير. ايه ده، انا زهقت قوي القصه الممله دي، خلصيها بسرعه. استني عشان في موقف بقى بيضحك في الاخر. طب قولي. مره وانا صغيره كنت قاعده بلعب مع العيال، المجاري طفحت اتكفيت على وشي، طلعت بعد كده لخالته بقى بقيت مليانه هباب، قالت لي وانا كل يوم بقى حمل غسيل القرف ده. ايه الضحك اللي في كده يا لهفه؟ انا ما ضحكتش خالص، دي حاجه ممله قوي. معلش يمكن هي بتضحكني انا. ايه ده؟ الو. الو. السلام عليكم. جونغوا. مين؟ جونغوا. ده ماي دوتر الصغير، ده ماي دوتر الكبير. جونغوا جونغوا. هو. يلا. وير از جيت لي؟ وير از جيت لي؟ جونغوا. جونغوا ايه؟ جيت لي ما بيجيش هنا، ده في هناك بس. انت مين؟ انت مين؟ اسمك يور نيم؟ جوزي. جوليا. جوليا. طب هاتي بوسه بقى. لا لا، انت جت عند البوسه وطقطقت عربي. ما بيبصوش الطوال هم. شفت جت عند البوسه وقالت لا لا، اسكت طبيعي. البنت دي من المطريه. قولي لي بقى، انت طفولتك كانت عامله ازاي؟ عادي يعني، كنت بروح النادي وبخرج مع اصحابي، بس انا بصراحه كنت بكره المدرسه، وكل مره كنت باخد ديتنشن. هي دي حاجه تزعل يا يارا؟ لما انت تبقي ماشيه كده في السكول، خصوصا في السكول، وتاخدي الاتنشن من الناس. اتنشن ايه؟ انا ما قلتش اتنشن، بقول لك ديتنشن. زي عقاب. انت عمر ما وانت صغيره مثلا عاقبوكي في المدرسه عشان عملتي حاجه غلط؟ بانش يعني. ايوه ايوه بانش. انت عمر ما حد عمل لك بانش؟ الله يمسيها بالخير ابله ضياء. ايه ده؟ ضياء ده راجل ولا ست ابله ده؟ لا ابله ضياء ست. انت شايفه؟ انت عارفه انا اعرف ولد اصلا اسمه ولاء، بس هو شكله راجل بس اسمه ولاء عادي. ايه ده؟ ايه الزعيق ده؟ مش عارف. لا فانا هروح اشوف ايه الزعيق ده. اوعي تلعبي في اي حاجه. لا لا خالص، اوعي تبوظي المدرسه. لا لا خالص يا راجل، ما هو صغيره كده ما ينفعش. وير از وير از ناس اصحاب البيت هير الاونر. هاي ثانك يو ثانك يو. هاي انكل، ازيكم عاملين ايه؟ تحلل قوي يوسف. دي اسمها يوسف. اسمها جوسي. اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد معاك. اه شور، انت لسه بتخوف؟ تعالى اتفضل. خش عادي. ايوه طبعا شور، اتفضل خش خش يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. المفروض نقلع الجزم. لا تقلع الجزم ليه؟ ما دام ما فيش سجاده. تعالى اتفضل. انت عايز تقلع الجزم؟ انتوا بجد نورتونا بجد. الله يخليك. انا مبسوطه قوي ان انتوا جيتوا. ثانك يو سو ماتش. اجيب لكم تشربوا ايه؟ تشرب ايه؟ انا اشرب حلبه بحليب. اوكي حلبه. اوكي وانت انا شربت يا دوب يبقى اكل. اوكي اجيب لك ايه؟ لا انا عايز اعرف البيت فين. ده الجامع. لا ده البيت. انت بتصلوا هنا وبعدين بتناموا بقى فين؟ لا ده البيت. انت ليه مش انت عايز تعمل بيبي؟ عايز التواليت هنا؟ عايز تعمل ايه؟ لا ما هو لو هنا بقى هو التواليت اهو. اوكي اعتبر البيت بيتكم. اوكي انا هروح اجيب لكم حاجه تشربوها واجي على طول. اكسكيوز مي، انا جايه لك تاني. جميل قوي. مش كاتب لنا بيت يابا بدل العشه اللي احنا قاعدين فيها؟ كله جاي يا ابني، كله جاي واحده واحده بس. قد الحاره يابا كلها. انتوا مين؟ احنا يا فندم، انا احنا ضيوف. ده انا ابن بنتي الصغير. وده ده مين ده؟ كنتاكي، استاذ كنتاكي. ده انا ما باكلش الا انت. وحياه امك تقول لي ايه سر الخلطه عشان نعملها عندنا في البيت. ما يقول لي ده. طيب طيب طيب، اهلا وسهلا بيكم. انتوا شربتوا حاجه؟ لا لسه. طب اتفضلوا اشربوا، انا هستاذن. اتفضل يا فندم اتفضل. يسيبنا ويروح بقى يطلع يلزق نفسه على المحل. يلا بقى يا ياريورا، احكي لي وفضفضي لي، مالك زعلانه ليه؟ ايه ده، دي الاغنيه بتاعت منى ونهله. احكي لي وفضفضي لي، مالك زعلانه ليه؟ زعلانه على اللي سابني وانا كنت بموت من شوق. ده انا بحبهم قوي. انت شايفه انا اصلا طول عمري بشوف ان انا شبه اللي هي اللي شعرها اسود دي. ممكن لما نخلص بقى نقعد نتكلم، نروح نعمل منى ونهله عشان انزلهم على الانستجرام. انت شبه البنت اللي شعرها اصفر. طبعا اكيد انا ما هتنزليها انستجرام، انا معاك. انت عارفه يا يارا، اللي يشوفك من بره كده يفتكر ان انت شخصيه تافهه، بس لا، انت في الاصل شخصيه عميقه جدا. طبعا يا بنتي، انا اصلا بنت بلد قوي قوي قوي. اقول لك على سر، بس اوعي تقولي قدام بابي. مش هقول، احنا بس بيست فريند. انا مره رحت مع عم ماندو السواق بتاعنا عند عربيه، عارفه العربيه دي فين؟ بتاعت الكبده، عز المنوفي اللي تحت مسرح نجم. انت متخيله؟ رحت اكلت كبده والسجق الصغير ده الفيري سبايسي تحت. اصلا العربيه دي بتفتح الساعه 5 الفجر، يعني انا صايعه من الاخر. ياه ياه يا يارا، فكرتيني بالاكل الشعبي الجميل. اصل انا بقالي كتير قوي محرومه من الحاجات دي. ليه؟ انا دايما في البريك في التصوير بطلب، يعني انت عارفه بحب احافظ على وزني يعني، فبطلب كنبي باتي بني كده يعني. طب الحاجات دي كلها بتاخر. لا انا بتظبط معايا. ممكن تفرجيني على لبسك؟ اوكي تعالي يلا.
يابا احنا بقالنا شويه يعني قاعدين ما حدش سال فينا. والله يا ابني ما انا عارف في ايه يعني، هما حطوا لنا شويه الفكه دي والعصير ده، الزر دول محطوطين لناس تانيه من زمان لانهم مجلدين. في ايه؟ ناموسه. انت ليه ما بقاش عندك فيلا زي دي يابا؟ طب اشمعنى انت ليه ما عندكش فيلا زي دي؟ عشان انا صغير. انا كنت صغير وكبرت الحمد لله، عدت المرحله دي. ليه ما اجتهدتش في حياتك؟ ما جبتش فلوس ليه؟ اجتهدت وجبت فلوس وربيتكم. صاحب الفيلا دي احسن منك في ايه؟ شو بقى، مش احسن مني، ظروفه احسن مني. انت بتقول اي كلام يابا عشان تحسس نفسك ان انت كويس، لكن انت في الاصل ضيعتنا. طيب انت كابن فاهم الظروف، كنت عايز نعمل ايه؟ اشمعنى عيال الراجل ده ينزلوا كل يوم الميه واحنا الميه مش عايزه تجينا يابا؟ يا عم البانيو يكفي كله. بانيو؟ بص انا هقوم اشوف الراجل بقى. انت جيوبك تاخد الحاجات دي؟ خدها. عايز ارجع الاقي التيب الازاز في جيبك كده. ماشي. ولو عايز تشرب ميه البسين اهو. ماشي يابا. انت معاك مايو؟ ما عنديش مايو. انزل من غير مايو، حد شايف حاجه؟ الدنيا ليل. اسيبك انا بقى. ماشي ماشي يابا. عايز حاجه من بتاع الفراخ الراجل؟ لا لا خلاص. ماشي يابا. منين كده ولا؟ كده كده على طول كده في شمال يابا. ليه يا رب تكتب علينا اب زي ده؟ ليه؟ ليه ما يبقاش ابوها كنتاكي؟ الهامي باشا. بقى انت قاعد هنا يا عكروت وسايبني انا وابني منتظرين سعادتك عند الحمام. ده الواد. مساء الخير. انا مساء النور يا فندم. الواد ابني القعده مسكين، شعره اتملى ناموس كله. معلش اصل انا مشغول شويه. يا راجل شغل ايه ونيلة ايه؟ سعادتك اتكلم في الشغل بقى من المعلمين، انا عندي فكره مشاريع حلوه قوي، لو تحب سعادتك اكلمك فيها. اكلمك فيها في يا فندم. المشاريع عندنا السينمات الصيفي كلها تحتيها مجاري، احنا هنسد المجاري دي وهنطورها، ممكن نحط فيها ريحه. مشروع ما يتكلفش يا فندم كتير، سعادتك مليون، انا 2 مليون، لو نص مليون دلوقتي نمشي المشاريع. نتكلم بعدين، يلا نتعشى. اتفضل يا فندم العشاء. اتفضل. اتفضل. بونا بيطيط. أيمن مالك؟ في حاجة؟ الشجرة دي بتنور كده؟ أيوة عادي، مالها؟ يعني لو النور اتقطع الشجرة دي تموت؟ لا، أنت في حاجة مضايقاك ولا إيه؟ إيه اللي موقفك كده عند الشجرة؟ لا يعني مستعجب بس. مستعجب إيه؟ تعالى احكي لي. أيمن أنا عايزك تعتبر نفسك أخويا عشان أنت أخو لهفة. أخو لهفة يعني أخويا. ممكن تقولي بقى إيه اللي مضايقك؟ إيه مالك عملت؟ أنا بحبك. إيه؟ تحبني؟ تحب؟ طب هو انت مصاحب يا ايمن؟ انا بحبك من زمان. تحبني ايه من زمان؟ انت تعرفني اصلا؟ طب انت مثلا لما شفتني النهارده انبهرت بشخصيتي مثلا؟ دايب فيكي دوب. دايب فيكي دوب. الله، ايه الكلمه المعفنه دي قديمه يعني، انت معفن وكمان كلامك قديم. واو، لازم اكلم اصحابي. طب هسالك سؤال تاني، انت طمعان فيا مثلا عشان انا عندي فلوس وبيت وكده؟ تعنيك حلوه. ايه الرد ده؟ انا بسال حاجات تانية انت ما بتردش عليها ليه؟ انت سامعني ايمن؟ انت سامعني؟ طمني. انت احلى من احلى حاجه في الدنيا. ايه ده، ايه اللي انت بتقوله؟ انا طب ايه رايك لو مثلا نروح انا وانت دلوقتي معاهم ناكل وبعديها نتكلم في موضوع توعديني؟ اوعدك توعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا؟ شور. حتى واحنا بناكل؟ ايوه. اسيبك ليه يا ابني وانت بتاكل؟ انا هاكلك وتاكليني. ايوه. مش هتقرفي؟ لا اقرف ليه، انت برنس، انت اساسا ريحتك لوحدها جامده، بتون صوتك انا اكيد. انت عارفه انت بتكدبي؟ ها؟ لا طبعا، ايفن لو بكدب انا مش هقول ان انا بكدب، انا خايفه منك اخر حاجه. عارفه انت لو بتكدبي انا عامل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ ورحمه امي، انا امي ميته على فكره. الله يرحمها. ورحمه امي لو طلعتي بتكدبي عليا لا تفنك جنبها. اكيد مش هسيبك تدفني، انت تون صوتك اصلا لوحده يخوف. انت قدامك فرصه دلوقتي تقولي فيها الحق، احنا لو اتحركنا من المكان ده وانت طلعت كدابه اقسم بكتاب الله ما يطلع عليك نهار. تعالى نروح ناكل وبعد كده نتكلم في موضوع الحب ده. اوكي يلا يلا. ايمن حبيبي،
يلا انا مشيت بقالي ربع ساعة. يلا انت عبيط قوي، تعال حبيبي يلا. يلا يا بابي. ايه الاشكال الغريبة اللي انت مدخلاها البيت من غير ما انا اكون عارف؟ انا اسفة يا بابي، انا عارفة ان اشكالهم غريبة قوي. لا وكمان الولد المنكوش ده بيهددني انه ممكن. يلا هحكي لك بعدين، تعالى بس نستحمل موضوع الاكل ده وبعد كده نمم يمشوا علشان انا مش عايز اشوفهم تاني. ام سوري يا بابي، خلاص بقى متوترة اصلا معلش. نورتونا. ميرسي حبيبة قلبي. ما مش هتقعدي جنبي زي ما اتفقنا ولا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يا ابني؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا فندم ان في هارموني بين الولد والبنت. بسم الله ما شاء الله، تحس العيون بتتكلم. ايه يا ريورا؟ انت هتخبي على البيست فريند بتاعتك ولا ايه؟ يا لهفة، وي وير جاست توكينج. جاست ايه يا اختي؟ احنا نقدر نقول مبروك بقى ولا ايه؟ ان شاء الله سعادتك يا فندم اطمن من ناحيه المهر، احنا مش مشكله عندنا المهر، يعني وقت ما هيجي فلوس تدينا، وقت ما يجي لنا هنديك، مفيش مشكله يا فندم، احنا خلاص عيله واحده. والسكن ما شاء الله الفيلا فيها سكن يسعها الحاره كلها. الجنينه بتاعت سعادتك عايزه شويه توضيب. ابني ما شاء الله درس جناين بره، فظيع فظيع، هيخلي لك الجنينه دي جوهره، حشرات تخصصه، ولا حشره في الجنينه. ليه؟ بيقتلهم. يقتل مين؟ بياكلهم يا فندم. يابا ما تهزرش مع الناس دي، يابا الناس دي مالهاش في الهزار، الست دي حامل مني، مش عايز اتكلم بقى. بره. بره ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ لا ده انا ببعك هنا. لا خلاص بلاش بابي، بلاش بابي، خلاص انا هتجوز السفاح. جواز ايه؟ بتاع ايه؟ ايه ده؟ لا وبره. انت في الاوبرا ايه يا بابا؟ تتحلل اللي بيحصل ده يابا. خلاص خلاص يا باشا، مفيش داعي للزيق، نطلع بره، نطلع بره، احنا جايين بقصد شريف. بره بقول، اطلعوا بره. ينفع اللي بابي بتاعك بيعمله ده؟ ام سوري يا لهفه، بس برضه كان هيذبح بابي يعني بجد. انا مش هنسالك انك جرحتي اخويا، هنعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ نمشي يا بنتي، نمشي بكرامتنا. اوكي، كل واحد ياخد كرامته معاه. صح يا بابا، خد يا حبيبي. يلا احنا نمشي بكرامتنا معانا. ايوه شيل يا واد المحشي ده، الشوك والسكاكين هنيجي بكره ناخدهم. يلا يلا يا اولاد، نعمل لكم الطريق يابا. يلا بقى اللي تزوق ناس ما عندهمش دم. خليك انت كده بقى، غني في القاعه بتاعتك براحتك.